دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم المباريات اللي هتتلعب في إياب دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024-2025، وبيستمر لمدة 15 يوم. التقديم هيكون إلكترونياً لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول أو KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس. النهاردة هيلتقي الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع شعبة المخازن وأصحاب المخابز السياحية لبحث تكلفة إنتاج الخبز السياحي، خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز السياحي الحر، مما سيترتب عليه انخفاض سعر الخبز السياحي لصالح المستهلك. النهاردة عشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. هيلتقي بروسيا دورتموند الألماني مع أتلتيكو مدريد الأسباني في تمام الساعة 9 ليلاً. في نفس التوقيت هيلتقي برشلونة الأسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي.